سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. أولى ثانوي سهرانين معانا بقى النهاردة، خلاص ليلة الامتحان، بكرة امتحانك يا بطل. طبعا معاكم وليد العربي، موقع الخطة التعليمي. زي ما وعودناكم في الترم الأول بنطلع معاكم لايف عشان أي حد عنده واقف معايا أي سؤال. طبعا النهاردة المفروض إن أنت بدأت تتفرج على فيديو، طبعا احنا حاطين لك كل الكلام دوت، اللينك بتاع فيديو شرح السريع على المنهج لمدة ساعتين، في فيديو حل الأسئلة، وفي فيديو بعنوان ليلة الامتحان، نموذج كده تدريب على شكل الامتحان اللي هيجي لك بكرة إن شاء الله. النهاردة هنعمل إيه مع بعض؟ هنبدأ برضو نجاوب بعض الأفكار مع بعضينا، وأستنى منكم في الكومنتات كل واحد عنده سؤال أو استفسار يبعت لي سؤاله إيه؟ أسئلة في داخل المنهج. طبعا يلا مش هنطول عليكم، نبدأ مع بعض ونشوف السؤال الأول هيقول إيه. ماشي، طبعا هنبدأ بأول سؤال. احنا طبعا في المذكرة شباب احنا جاوبنا في الفيديو الأولاني حوالي 100 سؤال. أجيب المذكرة منين؟ هتلاقي موجود برضو لينك المذكرة موجودة، سواء انت على جروباتنا في موقع الخطة جروبات التليجرام هتلاقي برضو موجودة المذكرة. المذكرة موجودة، جاوبنا منها 100 سؤال. ال100 سؤال دول يا مستر بتوع المذكرة، أول 100 سؤال. بقية الأسئلة جاوبناها في الفيديو بتاع ليلة الامتحان. دلوقتي هجاوب معاك بقية المذكرة، بقية الأفكار. طبعا طب نشوف الأول، قبل ما أبدأ كده عاوز أحب يعني بحاول كده إيه نشوف الشات بتاعكم ونشوف تعليقاتكم في البداية. في مشكلة عندكم؟ في، تعالى نشوفه كده. الصوت واطي، الصوت يا مستر، مفيش صوت يا مستر، الصورة مش واضحة. الصوت، يبقى ممكن نشوف مشكلة الصوت. طيب نشوف مشكلة الصوت. الصوت كله بيعلق على الصوت. طيب لو الصوت اتظبط كده قولوا لي، يعني احنا كده احنا بنحاول اهو، الفريق العمل موقع الخطه بيحاول يحل لكم مشكله الصوت. دلوقتي الصوت بقى واضح، في ناس كتبت ايه الصوت واضح عندي. طب في لسه مين عنده مشكله في الصوت؟ ممكن تشرح الصوت واطي؟ لا واضح اهو، الناس بدأت تقول واضح، الصوت بقى واضح. تمام، مين من البطالمة؟ ماشي هنتكلم عن البطالمة. الصوت مش واضح، واضح بعد إذنك الحياة الدينية. حاضر، أنا دلوقتي خلي بالك بقرا الكومنتات بتاعتك، فأنت لو عاوز تقول أي كومنت، السلام عليكم يا مستر بعد إذنك الحياة الدينية لكل الدول. ماشي، الأسئلة المقالية يا مستر هقول لك أسئلة مقالية. الصوت واطي يا مستر، ماشي. ممكن تشرح أسئلة مقالية؟ حاضر أشرح لك أسئلة مقالية. دلوقتي الصوت بقى كل الناس بتقول إن هو واضح، اللي عنده مشكلة في الصوت يشوف هو عنده ممكن مشكلة في الموبايل أو في الهاند فري اللي بيسمع منها. تمام، طيب ممكن تستنوا معانا. طيب هنشوف برضو إن المشكلة هو الصوت، دلوقتي في ناس بتقول واضح بس احنا هنحاول نحسن لك جودة الصوت شوية. طب ثواني كده وهنرجع لكم.
طيب نجرب كده شباب، شوفوا كده الصوت بقى أوضح، وبرضو اكتب لي تعليقك هل الصوت بقى كويس ولا لا. احنا كده حاولنا نحسن الصوت، الناس كاتبه اهو الصوت كويس. تمام يا مستر. نبدأ، الصوت حلو خلاص، تمام الصوت واضح. الناس اللي بتسمعنا مش لازم تسمع الموبايل، هات السماعة بتاعت حضرتك حطها، يعني معلش كده كأنك بتسمع أغنية، واقعد ركز معانا. هي لمدة ساعة إن شاء الله، تبقى دي فايدة ليك في الامتحان بتاع بكرة. ممكن الصوت، خلاص الصوت بقى واضح، الصوت واضح الحمد لله، حلو تمام، الله ينور. اللايف هيبقى متسجل، اللايف هيبقى متسجل بعد ما نخلص، هتلاقيه موجود على قناة الخطة، هتلاقيه نازل لك على طول. ممكن يا مستر أسئلة مقالي؟ حاضر أسئلة مقالي. مستر مش عارف ايه كده، ماشي التشابه والحاضر. مستر تشرح عامل الأسئلة المقالية، خلاص قلنا هنشرح مقالي، حاضر. الفرق والجمهوري والعصر الملكي، حاضر هنتكلم على العصر الجمهوري والعصر الملكي. ممكن مقارنات وشخصيات، حاضر. احنا كل ده هنلمه النهارده، ماشي آخر درسين. ماشي العصر الروماني، ينفع حضرتك تقول التواصل؟ طيب بس واضح في التابلت في التليفون؟ لا مش واضح، التابلت واضح والتليفون. طيب يبقى خلاص انت بقى يعني حاول تحط هاند فري وتشتغل معايا. تشرح حضارة العراق، حاضر. في تاني مشكلة في الصوت؟ والله احنا طيب، انتوا كده قولوا لي برضو، اكتب لي دلوقتي موضوع الصوت، انت سامعني كويس ولا لا؟ البطالمه يا مستر، حاضر الصوت تمام يا مستر، ماشي الخط صغير، ماشي احنا هنحل موضوع المذكره دي، هتبين معاك. حاضر الاسئله المقاليه، حاضر. حور محب، احنا حور محب بقى خلاص، ده كان ترمي اول. ممكن التشابه، شيء جميل، الصوت مظبوط، ماشي. ممكن كام سؤال تشرح النقطة، ماشي حاضر. الحياة الاجتماعية، ما انتوا عايزين المنهج كله، يعني هو احنا لو حاولنا نسمع كلام كل الناس هنشرح المنهج كله. فانت عشان كده بقول لحضرتك، لو انت لسه ما اتفرجتش على الفيديو بتاع المراجعة السريعة على المنهج كله، اتفرج عليه، هو ساعتين هتلم المنهج كله. انا النهارده هدي لك بعض الافكار المهمة وبعض الشخصيات اللي هي هتساعدك بكرة، وهنجاوب شوية أسئلة، يعني أهم النقاط بمعنى صح. مش هشرح منهج كامل طبعا. مستر تقول أهم الشخصيات، هنقول هنقول وهنشرح الحياة. طيب حاضر، آخر درسين، حاضر هشرح لك آخر درسين، هنقول شوية حاجات كده ونبدأ نجاوب الأسئلة مع بعض. ماشي المستر، المنهج بواقع مني، اتفرج على فيديو الشرح، اتفرج على فيديو الشرح. مستر ممكن تقول لي اهم الشخصيات؟ حاضر. المعدن اللي استخدم في فينيقيا، الفضة طبعا، هم اللي استخدموه، استخدموا الفضة في التزيين. رجع المنهج كله، حاضر. وماله لينك المذكرة؟ لينك المذكرة هتلاقيه على الجروب بتاع التليجرام بتاع موقع الخطة، خش هتلاقي اللينك برضو في الفيديوهات، هتلاقي لينكات تحت في الديسكريبشن، انضم للجروب هتلاقي لينك المذكرة موجود. زهرت عبادة الأباطرة، ماشي حاضر. كده احنا خدنا أفكار كده مع بعض، يلا نبدأ مع بعض. في حد عنده مشكلة في الصوت كده؟ طيب يلا نبدأ. يلا نبدأ مع بعض، حاضر. أنا والله هو يعني احنا بنحاول نحل، وأنا هحاول أقرب لكم برضو المايك، يمكن برضو إيه فكرة إن الواحد برضو انا بحاول اهو على قد ما اقدر، بحيث ان تبقى الصوت سامعين. بس انا معلش انا صوتي برضو موجت شوية عشان المراجعات، بس هحاول على قد ما اقدر نتفاعل مع بعض. تعالى يلا نبدأ كده، بسم الله الرحمن الرحيم. في مشكلة في الصوت تاني؟ تمام كده. في حد عنده مشكلة في الصوت تاني قبل ما ابدأ؟
تعالى نبدأ كده مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم، ناخد بعض الأفكار وبعض العناوين الهامة اللي هتفيدك بكرة. أنت عندك المنهج بيتكلم عن إيه؟ بيتكلم عن حضارة اسمها حضارة بلاد العراق وحضارة بلاد فينيقيا، حضارة اليونان وحضارة الرومان. يبقى أنا عندي، عشان الناس اللي ما تعرفش حاجة في المنهج، إحنا عندنا كام حضارة؟ عندنا 4 حضارات: عراق، فينيقيا، يونان، رومان. تعالى كده بص نظرة سريعة على العراق. بالنسبة للحضارة العراقية، احنا عندنا بعض الدول وبعض الملوك. مين هم يا مستر؟ أول ملك وأول حد أقام في بلاد العراق كانت الدولة السومرية. الدولة السومرية، والدولة السومرية دي كونت بعض المدن، عندها بعض المدن زي سومر وأور ولاجش. نستفيد من هم إيه؟ إن ال3 مدن دول تصارعوا فيما بينهم. فلما تصارعوا تساقط الدول، الدولة السومرية سقطت. يبقى أدى إلى ضعف الدولة السومرية. جت الدولة اللي بعديها اسمها الدولة الأكادية، والدولة الأكادية على يد واحد اسمه سرجون الأول. سرجون الأول يبقى تاني شخصية عندنا في المنهج، أول واحد أو أول شخصية سرجون الأول. سرجون الأول ده اللي وحد بلاد العراق، وده يتشابه مع الملك مينا في مصر ومع فيليب المقدوني في اليونان. جه بعديهم بعد سرجون الأول جه واحد اسمه حمورابي. حمورابي ده سؤال بكرة في الامتحان، حمورابي هيجي في الامتحان سؤال بتاع حمورابي. حمورابي عمل قوانين واستخدم الصفة الدينية، أضاف على القوانين صفة دينية عشان يقول للناس اسمعوا الكلام. طب حمورابي هدفه ايه من القوانين؟ حمورابي بيعمل القوانين ليه؟ قال لك حمورابي بيعمل القوانين علشان يسيطر على البلاد، يعيد استقرار الدولة، يحقق استقرار سياسي. طب القوانين كانت كلها معظمها على الجانب الايه؟ الجانب الاجتماعي. يعني بيقول لك اللي يسرق الاطفال يعاقب، يخطف الاطفال يعاقب، من يسرق يعاقب، من يضرب اباه يعاقب، من يقوم ببناء ثم ينهار يعاقب، من يجري عمليه يعاقب. يبقى قوانين حمورابي بتخلينا نهتم، خلت العراق متقدمه في الطب والهندسه، معمار وطب، هندسه هندسة وطب. طب حمورابي يا مستر، أول من فكر يتوسع هو حمورابي. اسم الدولة بتاعته إيه؟ دولة بابلية أولى. طيب بعد كده جت الدولة اسمها الدولة الآشورية، والدولة الآشورية أشهر ملوك الدولة الآشورية سرجون الثاني. وسرجون الثاني دوت عمل إمبراطورية. يبقى أول واحد توسع حمورابي، تاني واحد سرجون الثاني. سرجون الثاني ده كان بيهتم بالقوة العسكرية، عمل جيش قوي. بعد كده ابنه اسمه سنحريب، خرب بابل، عمر نينوى. خرب بابل، عمر نينوى. نينوى ديت يا مستر عاوز يثبت ان هي جميلة، فبدأ يعمرها وبدأ يخرب مدينة بابل، وبدأ يخرب مدينة بابل. يبقى نستفيد من سياسته ايه؟ نستفيد ان احنا لازم الحضارة تتكامل ولا تتصارع. اخر ملوك عندنا في العراق واحد اسمه نبوخذ نصر الثاني، ودوت اوسع امبراطورية هو نبوخذ نصر الثاني، وصل لحدود البحر المتوسط. بس جيل بعديه ملوك ضعفاء فضعفت الدولة، يبقى الدولة ضعيفة. قشطة كده شباب، قشطة يا مستر. لما الدولة ضعفت سقطت البلاد خلاص، مين اللي سيطر عليهم؟ الفرس. طب بعد الفرس مين اللي جه خد العراق؟ الاسكندر، فرس اسكندر. ثم بعد ذلك جه خدهم الدولة السليوقية اللي هم قواد الاسكندر. ثم بعد ذلك الرومان، ثم بعد كده الفرس اخدوها تاني. بعد كده دخل الاسلام العراق. طب ايه التشابه بين الحضارة المصرية والحضارة العراقية؟ التشابه انهم الاتنين حضارات زراعية. طب الاختلاف في ايه؟ في ملكية الاراضي. ملكية الارض في مصر للفرعون، في العراق ملكية افراد. طب هما يا مستر اتأثروا بلاد العراق حياتهم الاجتماعية عاملة ازاي؟ قالك فوق الطبقة الحاكمة، في الطبقة الوسطى التجار، ضباط الجيش. طب في الطبقة الدنيا العبيد وأسرى الحروب. يبقى معنى كده يا مستر المجتمع في العراق اتأثر بالإيه؟ اتأثر بالحياة
السياسية ولا السياسة الخارجية للعراق. يعني العراق النهاردة لما بيحارب يا شباب، راح يحارب خد أسرى كتير يزيد الطبقة الدنيا. طب لو عندهم حروب كتير خاصة في الدولة الآشورية هيعوز ضباط، فمعنى كده إن الطبقة الوسطى بتزيد، لأن الضباط في الطبقة الوسطى والتجار في الطبقة الوسطى. طب الدين، مصر متشابهة مع العراق في كل حاجة ما عدا حاجة واحدة، الإيه؟ إن إحنا كان عندنا المصريين توصلنا للثواب والعقاب اللي هو الحساب بعد الموت، عرفنا إيه اللي هيحصل بعد الموت، هنعمله محكمة و42 قاضي. العراق لأ، كانت حياة بعد الموت غامضة، ما يعرفوش إيه اللي هيحصل بعد الموت. طب يا مستر، ده بالنسبة للحياة الدينية. خلي بالك هما كان عندهم تعدد معبودات، طب ما احنا عندنا تعدد معبودات. طب ايه الفرق بيننا وبينهم؟ مصر وصلت للوحدانية. يعني ايه وصلت للوحدانية؟ عرفنا عبادة إله واحد اللي هو إخناتون لما عبد عبادة آتون. طب بالنسبة للمعبد في العراق، المعبد شبه المعبد المصري، بس المعبد في العراق ما كانش للعبادة فقط، أمال كان بيعمل إيه؟ كان بيقول لك المعبد دوت بيعمل فيه سجلات ويتوج فيه الملك ناحية سياسية، وبيتعلم الناس الكتابة. هم العراقيين يا مستر كان عندهم كتابة، قال لك اه الكتابة المسمارية. يبقى لو جالك بكرة في الامتحان لما عرفوا الكتابة المسمارية زادت مهام المعبد، بقى عنده مهمة تعليم الناس. طب التواصل بيننا وبينهم يا مستر، كان في تواصل بيننا وبين بلاد العراق. طب احنا بنتواصل عن طريق العراق، شبه جزيرة سيناء، ممكن عن طريق البحر المتوسط والبحر الأحمر، كل دي طرق مع حضارة فينيقيا وحضارة العراق. تمام كده شباب؟ تمام. عندنا بعد كده حاجة اسمها الحضارة الفينيقية. مين فينيقيا؟ اللي هي موجودة في بلاد الشام. فينيقيا دي موجودة في بلاد الشام، كان عندهم مدينة اسمها صيدا سور جبيل أوغاريد. صيدا سور جبيل أوغاريد. طب صيدا وسور، قال لك سور ده عشان هم بيعملوا أسوار. إيه ده؟ فينيقيا بتقع على البحر فعاملين اسوار منيعه. طب فينيقيا مستر بسبب ان هم عند البحر ليه؟ قال لك عشان هم عندهم جبال، فالجبال دي خلتهم ما يعملوش وحده سياسيه، كل واحد بيدور على الاستقرار الاقتصادي. طب بسبب الجبال ده عائق ولا مش عائق يا مستر؟ عائق، ما كانش عندهم زراعه لدرجه ان هم كانوا بيزرعوا سفوح الجبال، الاماكن اللي في تحت في الجبل بيزرعوها. طب مستر معنى كده انه كانوا بيزرعوا مدرجات الجبال، طب ليه يا مستر بيزرعوا؟ ما عندهمش اراضي زراعيه، عندهم جبال. طب وبعدين يا مستر؟ قال لك بسبب ان هما كده تفوقوا في البحر. طب ايه اكبر دليل؟ اكبر دليل ان هما تفوقوا في البحر، الملك نخاو في مصر استعان بيهم عشان يلفوا حوالين افريقيا كبحاره. انتوا بتعرفوا تركبوا البحر؟ طب تعالوا، فاستعان بيهم للدوران حول افريقيا. طب احنا علاقتنا بفينيقيا بتبدا من امتى؟ من عصر الدوله القديمه، لما سنفرو بعت 40 سفينه عشان يجيب خشب اسمه خشب الارض. تمام. ده بالنسبه لعلاقتنا بيهم لفينيقيا. طب فينيقيا بتقع فين؟ قلنا بتقع على البحر، يبقى شغالين في ايه؟ شغالين في التجاره، عشان كده عندهم التجار طبقه عليا. ايه ده؟ كانت في العراق طبقة ايه؟ طبقة وسطى. يبقى هم عندهم التجار طبقة عليا، بس احنا في العراق طبقة ايه؟ طبقة وسطى. طب بالنسبة يا مستر اليونان، مين اليونان؟ اليونان دي اللي هي اغريق، بلاد الاغريق، بتقع في البحر المتوسط فوق مصر. فوق يا مستر، فوق البحر المتوسط، يعني شمال البحر المتوسط وجنوب اوروبا. اليونان دي جنوب اوروبا، كان عندهم بعض الجزر زي جزيرة قبرص، جزيرة كريت، دول كانوا بيقوموا بإيه؟ بوسيط لنقل الحضارة، ياخدوا الحضارة من إغريق ينقلوها لمصر، ياخدوا الحضارة من فينيقيا ينقلوها لليونان، ياخدوا من اليونان ينقلوها لمصر، ياخدوا من مصر ينقلوها لليونان. فكريت وقبرص لعبوا دور الوسيط، وسيط يعني بينقلوا الحضارات. طب هم عندهم في اليونان مدينتين، احفظهم بقى خلاص، مدينة سبارتا ومدينة أثينا. سبارتا قوة عسكرية بتتشابه مع أشور. أثينا قال لك لا، أثينا وصلوا للديمقراطية، أثينا وصلت للديمقراطية. طب أشهر الملوك هنا بقى، إحنا ما خدناش ملوك في فينيقيا، مش عليك خلاص، يبقى أنت عندك الملوك بتاعت العراق
رتب بقى الملوك. طب الملوك اللي عندنا هنا عندنا اتنين، واحد اسمه سولون واحد اسمه باركليس، والاتنين دول اللي عملوا الديمقراطية. سولون قامت ثورة، ليه؟ الطبقة الارستقراطية مسيطرة، الطبقة الارستقراطية هي الطبقة اللي عندها كل الثروات، فالطبقة الارستقراطية مسيطرة على كل حاجة في البلد. فيعملوا ايه؟ الشعب يقوم بثورة. فلما الشعب قام بثورة جه سولون ده قال لهم يا جدعان وحدوا الله، أنا سولون هبدأ أظبط لكم ديمقراطية، بس أهم حاجة تشتغلوا وأنا هوفر لكم فرص عمل. طب بيعمل كده ليه؟ عشان يحقق استقرار سياسي، محدش يقوم بثورات ضده. الديمقراطية وصلت إمتى مداها؟ وصلت في عصر باركليس، عصر باركليس. بس كانت تفتقد حاجة. إيه يا مستر؟ قال لك في عصر باركليس الديمقراطية كانت ناقصة، ممنوع العبيد أو النساء أو الأجانب يبقى ليهم حق الانتخاب. بس الديمقراطية دي عملت إبداع وفكر وحرية، خلت الفلاسفة يكتبوا. اليونان بتتفوق في الفلسفة خلاص. فينيقيا تتفوق في الأبجدية الفينيقية، أقدم أبجدية. يعني إيه أبجدية؟ يعني حروف وأخدنها من المصريين. يبقى فينيقيا تتقدم في الأبجدية. اليونان فلسفة، اليونان فلسفة، تمام كده شباب؟ تمام. لغاية ما حصلت حرب بين سبارتا وأثينا اسمها حرب البيلوبونيز. سبارتا بتضرب أثينا، أثينا بتضرب سبارتا. ساعتها كان الفرس عاوزين بقى، ما الفرس بقى عاوزين يكبروا الإمبراطورية. فبسبب إن موجود الفرس راح عملوا إيه؟ راح جه واحد اسمه فليبي المقدوني من إقليم مقدونيا، وحد بلاد اليونان. قضى على الحروب اللي بين سبارتا وأثينا لأن الاتنين بقوا دولتين ضعفتين، وسيطر على بلاد اليونان كلها. فيليب المقدوني دوت بدأ بقى يأسس إمبراطورية مقدونية. مين اللي كبرها؟ الإسكندر ابنه. يبقى أنا عندي سولون، باركليس، فيليب، الإسكندر، دول اللي موجودين فين؟ موجودين في اليونان. الإسكندر بدأ يتوسع يعمل إمبراطورية، فراح آسيا وراح سوريا وراح فلسطين وراح العراق وأخذ مصر. بعد كده يا مستر وصل للهند، وبعد كده مات الإسكندر. الاسكندر يا عيني ما عندوش حد يورثه، يعمل ايه الاسكندر؟ مات. فجوم القوات بتوعه واحد اسمه بطلميوس واحد اسمه سوليوكس. سوليوكس دوت خد بلاد الشام وبلاد العراق. طب بطلميوس اخدنا احنا، اخد مصر، فاصبحت مصر بطلامية. يبقى مصر يا مستر كانت مقدونية. طب قبل ما يجي الاسكندر مصر كانت تبع مين؟ تبع الفرس، لان الفرس هم اللي احتلوا مصر في اخر العصر الفرعوني. يبقى فرس، مقدونيا، بطلمة. فاللي مسك مصر اسمه بطلميوس الاول. بطلميوس الاول، بطلميوس الاول ده عمل ايه؟ عمل زي الاسكندر. الاسكندر اول ما دخل مصر عمل ايه تفتكروا؟ قدم القرابين للالهه، راح زار الالهه وبتاع، وبنى مدينه اسكندريه. جه بطلميوس ما عملش مدينة اسكندرية بقى، مش يعمل مدينة تانية، وما قدم القرابين للآلهة، وبدأ يوطد نفوذه وبدأ يسيطر على مصر. مات، جه بطلميوس التاني. بطلميوس التاني ده بقى حب يتوسع يعمل زي الاسكندر، فعمل امبراطورية بطلامية. امبراطورية بطلامية، الامبراطورية البطلامية ديت في شبه الجزيرة العربية، في افريقيا، في البحر الاحمر. مات بطلميوس الثاني، جه بطلميوس الثالث حبيب قلبنا ده بقى. بطلميوس الثالث بنسميه الخير او الصالح. ليه؟ اسقط الضرائب وفتح الصوامع للمصريين. طب بطلميوس الرابع، الرابع بدايه الانهيار، بس بيسكن له حاجه كويسه بطلميوس الرابع ده والله. ايه يا مستر؟ بطلميوس الرابع دوت اللي عمل ان المصريين يخشوا مناصب، يخشوا الوظائف العليا. فلما المصريين دخلوا وظائف عليا بدأوا يتعلموا اللغة اليونانية. الخامس كان عيل صغير، فجي واحد اسمه اجاثوكليس واصي عليه، بص لمصلحته، فالدولة سقطت. سقطت نهائيا امتى؟ في عهد كليوباترا السابعة. كليوباترا السابعة، كليوباترا السابعة كان في اخوها قاعد معاها اسمه بطلميوس ليه 13، فاتصلت بيوليوس قيصر عشان تخلص من اخوها. يوليوس سعيدة، يوليوس ده حاكم روما. يوليوس مات
وكليوباترا قالت لك طب اعمل ايه؟ يوليوس املاكه اتقسمت على واحد اسمه انطونيوس وواحد اسمه اوكتافيوس. فكليوباترا اتصلت بانطونيوس قالت له بقول لك ايه، انا عايز ابقى ملكه روما. فانطونيوس دخل في حرب مع اوكتافيوس، انتصر اوكتافيوس فانتحر انطونيوس وانتحرت كليوباترا. فمصر انتقلت بعد موقعه اكتيوم البحريه من عهد البطالمه لعهد الرومان، من عهد البطالمه لعهد الرومان. طب تعال نشوف كده الرومان اللي حصل في عهد الرومان. روما اصلا يا مستر اتاسست سنه 753 قبل الميلاد. روما دخلت في حروب عشان تعمل دوله، بقى تعمل امبراطوريه رومانيه. دخلت في حروب مع مين؟ قال لك دخلت في حروب مع الاول مع جيرانها في شبه الجزيره الايطاليه. بعد كده راحت روما بعد ما دخلت مع جيرانها في شبه الجزيره الايطاليه دخلت مع حروب مع قرطاجة، وقرطاجة دي تبع فينيقيا. ثم دخلت مع بلاد اليونان، عماله تنتصر اهو. ثم بعد ذلك دخلت سوريا ثم مصر، ولما استولت على مصر اصبحت هي سيدة العالم في البحر المتوسط، سيدة العالم القديم، وسيطرت على البحر المتوسط كاملة. لما روما خدت مصر بقى النظام بتاعها نظام امبراطوري، امبراطوري. فاوكتافيوس، ما هو اوكتافيوس اللي اخد مصر، اوكتافيوس مجلس الشعب مجلس الشيوخ سماه اغسطس، وبداوا يبصوا لمصر ان مصر ديت مخزن للغله. رومان استغلوا مصر احسن استغلال، مصر كانت مصدر للغله، مصر كانت مجرد مزرعه للقمح. الرومان بيفضلوا يستغلوا مصر، اقتصاد مصر، ويفرضوا ضريبة على المصريين، 200 ضريبة على المصريين. وبدأوا يعملوا، استحدثوا نظام، ايه هو النظام الجديد؟ بدأوا يعملوا خدمات إلزامية عشان يشغلوك بدون مقابل. ده بدأوا كمان يعرفوا عدد السكان وأعمالكوا ايه عشان يفرضوا ضرائب علينا. ده كل ده اللي عمله الرومان، فاحنا اتخلقنا من مين؟ من الرومان. فأول ما ظهرت الديانة المسيحية لقينا بقى فيها تعاليم الديانة السامحة، و ده كمان كانت انتشرت عبادة الأباطرة، إن احنا نعبد الإمبراطور، ده زي فكرة عبادة المصريين الفراعنة، الفرعون. فأول ما ظهرت المسيحية، رحنا قلنا خلاص احنا هنخش المسيحية، المصريين بدأوا يخشوا المسيحية. فالأباطرة الرومان بدأوا يضطهدوا المسيحيين، أنتوا كده بتخالفوا الديانة بتاعتنا، الديانة الوثنية، عبادة الأباطرة. فبدأوا يضطهدوا. اتنين اضطهدوا واتنين تسامحوا. اتنين اضطهدوا واتنين تسامحوا. مين اللي اضطهد؟ واحد اسمه نيرون بدأ الاضطهاد. عصر الاضطهاد اكبر في عهد مين؟ دقلديانوس، اسمه عصر الشهداء. دقلديانوس عصر الشهداء. طب مين اللي تسامح؟ مين اللي تسامح معانا؟ اللي تسامح واحد اسمه قسطنطين، بدأ التسامح الديني. واحد اسمه سيودوسيوس، سيودوسيوس ده بدأ يلغي الوثنية خالص واعترف بالمسيحية ديانة رسمية. دي كده شخصيات. طب احنا يا مستر لما اهتمينا بالديانة المسيحية عملنا حاجة اسمه الأدب القبطي، والأدب القبطي دوت بنقول قصص القديسين، بنترجم الأناجيل، بنشرح شرح الأناجيل، بنعمل ايه؟ قصص الشهداء من المسيحيين. فالادب القبطي احنا مخلوقين من مين يا جدعان؟ من الرومان. فكل شويه نقوم بثوره ضد مين؟ ضد الرومان. فالرومان عشان يخمدوا الثوره بيستخدموا الشده والعنف. فيعملوا ايه الرومان؟ يبداوا يدمروا لك مدينه اسكندريه. طب لما يدمروها المنشات المعماريه والمنشات العلميه اتدمرت، يبقى العلاقه بين كل ما اقوم بثوره كل ما يدمروا لي المنشات. دي كده فكرة لأهم الشخصيات، زي ما انتوا طلبتوا دي أهم الشخصيات بتاعت المنهج، عايزك تذاكرهم كده. تعالى بقى نبدأ نحل بعض الأسئلة. هنبدأ نحل الأسئلة. هبدأ معاك من سؤال 230 في المذكرة، لأن اللي قبل كده كنا حلين. بيقول لك السؤال الأول، تشابهت حضارة مصر الفرعونية مع حضارة بلاد اليونان، تشابهت حضارة مصر الفرعونية
مع حضارة بلاد الايه؟ اليونان اهو. تشابهات حضارة مصر الفرعونية مع حضارة بلاد اليونان في الاتنين يا مستر زراعة، يبقى الاعتماد على الزراعة السهلية السهول. طيب 231 يدل تتويج ملوك العراق في الزقورة. الزقورة شباب اللي هو المعبد، ما انا قلت لك المعبد اهميته ايه؟ بنبدأ نعمل فيه ايه؟ بنبدأ فيه تعيين الملك او نبدأ فيه تتويج الملك. ده يدل على ايه؟ يدل على ان الملوك تمتعه بالسلطة الدينية، ان هو لازم يبقى عنده سلطة دينية. اهو احنا لما بنيجي نمسكه الملك لازم يبقى في المعبد، دليل ان هو الملك لديه سلطة دينية. اقتسمت امبراطورية الاسكندر الى ثلاث اجزاء، كانت احداهما في الاراضي التابعة للفرس بقارة اسيا. تم تأسيس دولة في هذا الجزء. مين يا مستر؟ احنا قلنا مين اللي عند في اسيا؟ قلنا سليوقس، يبقى عملنا دولة اسمها السليوقيين. من خلال شكل طبقات المجتمع الفينيقي، كانت الفئة التي لعبت دور مزدوجا سياسيا واقتصاديا. سياسي يعني بيشتغلوا في المجلس، واقتصادي اللي هم معاهم فلوس، يبقى الاغنياء. حرصت روما على استغلال امكانيات كل من وقع تحت سيطرتها. روما بتستغل اي حد وقع تحت سيطرتها لبناء دولتها، وقد ظهر ذلك فيه. طبعا يا مستر بيستغلوا اي حد، استغلوا المصريين. طب فين المصريين؟ تشجيع الصناع الرومان؟ لا. فرض احتكار؟ لا. استخدام الرومان نقود خاصه بهم؟ لا. وما ايه عشان يستغلوا الناس؟ سمحوا لقرطاجه بعوده نشاطها التجاري. ليه يا مستر؟ ما هم لما يخلوا قرطاجه ترجع تشتغل هم يستفيدوا من التجاره بتاعتها. ده دليل ان الرومان ولد، بص ولد جزمه، بيستغلوا اي حد. قسم الامبراطور اغسطس مصر الى ثلاث دول او ثلاث اقسام بهدف ايه؟ بهدف سيطرة على مصر، ايجاد منصب للرومان، زيادة حجم التجارة، ولا تسهيل؟ لا، هو قسم مصر عشان يسيطر عليها. ليه؟ ما انت لسه قايل يا مستر اغسطس كان بيبص لمصر ان هي مهمة جدا، عشان القمح، عشان يحقق استقرار داخلي لروما، عشان يطعم شعب روما. حرص الاسكندر الاكبر على انشاء مدينة الاسكندرية. حرص الاسكندر على انشاء مدينة الاسكندرية. هو ليه الاسكندر كل ما يروح مدينة بيعمل، كل ما يروح دولة يعمل مدينة؟ مستر عشان تحمل اسمه. ايوه ماشي، ما هو بتحمل اسمه ليه؟ يستغلها في التوسع، عباده الالهه الاغريقيه؟ لا. منافسه قرطاجه ولا تدعيم طموحاته العسكريه؟ تدعيم، هو عاوز يعمل ينشر الثقافه الاغريقيه، عايز يكبر الامبراطوريه الاغريقيه، فبيدعم طموحاته العسكريه. 36 اتزمت حدود العراق القديمه ووصلت للبحر المتوسط لاول مره. قلنا حمورابي، حمورابي يبقى دولة بابلية أولى. السؤال اللي بعده، حافظ البطالمة على التاريخ السياسي والعسكري عن طريق، قلنا إعادة نشر الإنجازات الأدبية لليونان. البطالمة عشان يحافظوا على الحاجات بتاعت الإغريق بدأوا يعملوا إعادة نشر الإنجازات الأدبية. السؤال اللي بعده 238 عمل الرومان على زيادة الإنتاج الزراعي في مصر. مستر اكيد الرومان ما بيعملوش حاجه لله وللوطن، ما بيزودوش انتاج الزراعه في مصر كده الا عشان يطعموا شعب روما. يبقى توفير فرص عمل للرومان، تجنب روما الاضطرابات الداخليه، زياده حجم التجاره، انتعاش الصناعه. طبعا هو عمل الرومان على زياده عشان تجنب روما الاضطرابات الداخليه. ايه الاضطرابات الداخليه؟ عشان ياكلوهم يسكتوهم ما يقوموش بثورات. منظمه اليونيسيف منظمه دوليه لحمايه حقوق الطفل. مين اللي كان بيحمي الطفل؟ خلاص بقى من غير ما نكمل السؤال، مين اللي اهتم بالطفل؟ حمورابي. ده طلع قانون قال لك يعاقب كل من يخطف الاطفال. يبقى دوله بابليه اولى. مدينه فينيقيا مثلت المنفذ الرئيسي للصادرات ونالت حظها من الشهره في العماره. مين اللي كان مشهور بالعماره يا مستر؟ اوغاريت فن عماره. سيطر النظام الارستقراطي على اسبرطة في اختيار. النظام الارستقراطي سيطر في اسبرطة، نظام الارستقراطي على الناس اللي معاهم اغنياء. بقى كانوا بيختاروا ايه في اسبرطة مستر؟ كان عندهم ملكين، يبقى اختيار الملكين. يرجع اظهار الاسكندر الاكبر ولاؤه للمعبودات المصرية. هو بيظهر ولاؤه للمعبودات. الاسكندر جه قدم القرابين للالهة، كان الهدف منه ايه؟
إدراكه أهمية الدين في حياة المصريين. طب بيعمل كده ليه؟ عشان يسيطر على مصر، وده دليل على إن هو بيدرك إن الشعب المصري شعب متدين. ظلت الديمقراطية الشكلية بسبب مين؟ بسبب العامة. لا أقف، أنا مش فاهمة يعني إيه الديمقراطية الشكلية؟ النظام، عشان الناس برضو كان يعني ناس في الكومنتات كاتبه لي عاوزين النظام السياسي في روما. روما شباب كان نظامها ملكي، يعني كده ايه، نرجع الحته دي تاني. روما نظامها ايه؟ نظامها ملكي. طب وبعدين يا مستر؟ بص، النظام الملكي في روما بيحكم ملك، فالملك دوت مجمع كل السلطات في ايده. حلو، فبدأت الناس تقوم بثورة ضد الملك. حلو، فبدأنا نعمل نظام جمهوري. جمهوري يعني انتخابات. هما بص عملوا ايه؟ قنصلين. قنصلين يعني اتنين ممثلين هما دول اللي بيديروا البلد، ففي قنصلين. قلنا ماشي. طب بعد القنصلين؟ قال لك بعد القنصلين دول هيتم انتخابهم كل سنه. قلنا ماشي. مين اللي في ايده كل السلطات؟ قال لك مش القنصلين بقى، مجلس الشيوخ. مين اللي بيخش في مجلس الشيوخ؟ الطبقه الارستقراطيه. طب يا مستر انت بتقول لي النظام الارستقراطي، بتقول لي ان ظلت الديمقراطيه شكليه. ليه الديمقراطيه شكليه؟ ما هو في انتخابات والدنيا. يا حبيب قلبي، مين اللي ماسك مجلس الشيوخ؟ الطبقه الارستقراطيه، ناس الاغنياء. مين اللي في ايده كل السلطات؟ الطبقه الارستقراطيه. طب الطبقه الارستقراطيه دي يا مستر مين اللي بينتخبهم؟ العامه. العامه ما بينتخبوش حد منهم، ما حدش بيترشح. هم عاوزين اللي بينتخبوا اللي معاه فلوس. يبقى مين اللي بوظ الديمقراطيه؟ العامه. يبقى السؤال بتاع مين اللي بوظ الديمقراطيه؟ الطبقه ليه؟ الطبقه العامه. يبقى احنا هنا اخترنا العامه. طب 244 يرجع وجود المصريين في قاعده الهرم. ليه المصريين في القاعده على طول؟ بسبب ايه؟ قال لك المصريين في القاعده بسبب سياسه البطالمه العنصريه، لان هم يا مستر كانوا بينزلوا مصر المصريين بمنظور تعالي. يبقى تعالي يعني ايه؟ يعني كبرياء. يبقى سياسه الايه؟ البطالمه. سياسه البطالمه. يبقى سياسه الايه؟ البطالمه العنصريه. قصر النظر واهمال موارد الشعوب يؤدي لضعف وانهيار الدوله. تنطبق على مين اللي كان عنده قصر نظر؟ ومين اللي كان بيحكم بالشدة؟ الدولة الآشورية. ومين تاني؟ الرومان في مصر عندهم قصر نظر. يرجع اهتمام البطالمة بوجود وزير مالية. هم ليه يا مستر عاوزين يسيبوا وزير مالية؟ قلنا عشان يعملوا اقتصاد قوي، بناء اقتصاد قوي. اعتبرت التجارة مع بلاد الشام تجارة داخلية لأول مرة في عصر. مين اللي بدأ يتاجر؟ اللي بدأ يتاجر مع الشام أول واحد توسع. مين اول واحد توسع؟ حمورابي. يبقى البابليه القديمه. السؤال اللي بعده 248، زادت اهميه الزراعه عن الصناعه. ايه اللي خلى الزراعه تبقى مهتميه في الصناعه عن الصناعه في روما؟ احنا قلنا عشان ياكلوا. يبقى بسبب ايه يا مستر؟ بسبب الاكل. طب ليه بسبب الاكل؟ لان الطبقه الارستقراطيه هي اللي مسيطره على النشاط الايه؟ الاقتصادي. فهم اللي عندهم اراضي. استقر اليهود في الاسكندريه اثناء الحكم الروماني، لانها كانت اشمعنى اسكندريه؟ اليهود الاغريق الرومان جايين مصر عشان فلوس استثمارات. طب اشمعنى اسكندريه؟ عشان ميناء تجاري مهم. اشتركت العقيده الدينيه في كل من الحضاره البنيقيه والاغريقيه في قلنا تجسيد المعبودات بصوره بشريه. يمثل معبد البارسينون رمزا من رموز عطاء الحضاره الاغريقيه. اشمعنى يا مستر؟
قال لك لان المعبد دوت يدل على عظمه الفن المعماري اليوناني، يبقى يمثل اخر ما وصلت اليه العماره اليونانيه. ظهر التاثير الحضاري للمصريين بالرومان، ظهر تأثير الحضاري للمصريين بالرومان، فن النقش، إقامة أقواس النصر، استخدام فن الفيسفساء، ولا صناعة التماثيل الصغيرة؟ طبعا هما المستر استخدمنا فن الايه؟ فيسفساء. الفيسفساء استخدمناه اللي هو زي بنسميه الأرابيسك، اللي هي الأشكال اللي بترسم على التوابيت والأخشاب. كانت الديمقراطية غير مكتملة، ما احنا لسه قايلين الديمقراطية غير مكتملة ليه؟ العامة فاقدين الثقة بنفسهم، ليه؟ ما بيرشحوش حد من عندهم، شايفين ان هم مش هيعرفوا معهوش فلوس. تميزت مصر عن باقي الولايات الرومانية، مصر كانت بالنسبة لروما اقتصاد، يبقى اقتصادية. اتضح التواصل بين بلاد العراق ومصر الفرعونية في المجالين الديني والفني. في امتى تواصلنا مع العراق دينيا وفنيا؟ وليه يا مستر؟ عصر الدولة الحديثة. ليه يا مستر؟ لان الملك رمسيس الثاني بدأ يجيب منهم، اخذ الالهة عشتار بدأت تعبد في مصر، والالهة عشتار دي من الالهة العراقية. كان بمثابة دار للوثائق في بلاد العراق. ما احنا قلنا بيحفظوا فين؟ قلنا بيحفظوا في المعابد اللي هي دور العبادة. المعبد كان حفظ الوثائق، يبقى دور العبادة. ظهر التواصل الحضاري بين الحضارة الفينيقية والحضارات الأخرى من خلال، قلنا فينيقيا بتتميز بالبحر يبقى صناعة سفن، فينيقيا في البحر يبقى صناعة سفن. بيقول لك لأخلاق وحفظ الأمن شيئان أساسيان في الحياة. في دول عبارة إقامة العدل في سبارتا، مين اللي بيعمل العدل؟ طبعا الرقباء الشعبيين. العملات البطلمية ساعد وجودها. انا بقى لما البطلمة عملوا عملات، ده ادى الى ايه؟ تسهيل المعاملات النشاط الاقتصادي. 260 تشابه المجال الزراعي في كل من روما وبلاد اليونان. روما وبلاد اليونان ملكية الارض، يختلفوا عن مصر ملكية الارض، كلها ملكية فردية، احنا الوحيدين اللي كنا ملكية للفرعون. يعد العامل الرئيسي نجاح الفينيقيين في فتح اسواق جديده لمنتجاتهم. للفينيقيين نجحوا فتح اسواق جديده لمنتجاتهم بسبب تنوع منتجاتهم، اختراع الابجديه، مهاراتهم الصناعيه. فينيقيا يبقى عندهم يا مستر مهاره بحريه، مهاره صناعيه، مهاره تجاريه. كسر الطبقات التي اصابها ضرر من حروب روما. كانت اكثر الطبقات اللي اتضررت من حروب روما طبعا يا مستر التجار، حروب كتير. فانا كتاجر هتاجر ازاي؟ مفيش استقرار في البلد وفي حاله حرب. اتحاد مجموعه من القرى لتكوين مدينه سبارتا، تم عن طريق طبعا سبارتا، اي حاجه فيها سبارتا تبقى قوه عسكريه. بر الوالدين، على طول بر الوالدين، اول ما تشوف بر الوالدين يبقى حمورابي هو اللي اهتم بالاطفال وبر الوالدين والهندسه والطب. تاثر تاريخ بلاد العراق القديم ايجابيا، ايجابيا يعني حاجه كويسه. خلال حدوده مستر، حدوده ايه؟ حدوده الجنوبيه. ليه يا مستر تاريخ بلاد العراق القديم تاثر؟ لان ده المصب بتاع نهر دجله وليه والفرات. طب واشمعنى يا مستر؟ لان اقيمت بعض الحضارات في الجنوب. تم الاستعانه بالخبره الاجنبيه وجلب منتجات افريقيه. خبره يبقى في عهد مين؟ نخاو الثاني، لان نخاو استعان بالاغريق كجنود مرتزقه، استعان بالاغريق كجنود مرتزقه. كانت مسيره الاسكندر الاكبر استكمالا لمسيره ابيه. ابوه كان عايز يعمل ايه يا مستر؟ نشر الثقافه ما لحقش، توسيع امبراطوريه ما عملش لسه، محاربه سبارتا واسينا الاسكندر ما عملش كده، امال القضاء على الفرس. هو وحد بلاد اليونان عشان يقضي على الفرس، ده فليب الاسكندر كمل على الكلام ده. 268 تتجه مصر الآن إلى تقوية علاقتها بالدول الإفريقية. مين من البطالمة اللي نجح في حماية البعد الاستراتيجي لمصر؟ قلنا بطليموس الثاني هو اللي عمل إمبراطورية، وهو اللي توسع جنوبا، وهو اللي توسع في الشرق، وهو اللي عمل إمبراطورية بطلامية. طب السؤال 269
الثراء المادي يكون حافزا للسيطرة على السلطة السياسية. تحققت المقولة السابقة، مين معاه فلوس عشان يبقى يحقق سلطة؟ أشور، إسبرتا، بينوكيو. أكيد ثراء المادي. مستر، ومين اللي كان معاه فلوس، إسبرتا ولا أشور؟ لا يا مستر، اللي كان معاه فلوس أي حد إغريقي، أي حد روماني، أي حد يهودي، يبقى اللي معاه فلوس إسبرتا. أصبحت بلاد الرافدين في أواخر تاريخها، لسه قايلين بلاد الرافدين اللي العراق، آخر التاريخ كان صراع بين مين ومين؟ الرومان والفرس. وصلت المرأة في العصر البطلمي، في العصر البطلمي البطالمة، وصلت المرأة إلى مكان اجتماعي اقتصادي ديني سياسي. طبعا المرأة بقى في العصر البطلمي كانت سياسي، بدليل إيه؟ كليوباترا السبعة أهو. استمر الحكم الروماني على مصر ما يقرب من 7 قرون، يعني 700 سنة. عانى فيها المصريين الظلم والاضطهاد. في دور عبارة، أظهرت علاقة المصريين بالاحتلال الروماني تمسك الشعب بحريته واستقلاله. ليه يا مستر؟ احنا فضلنا نقوم بثورات ضد الرومان. جاءت مشاركة الفينيقيين الملك تحتمس الثالث في معركة مجدو تعبيرا عن ايه ده؟ الفينيقيين بدأوا يشاركوا معانا؟ اه يا مستر، ده دليل على ايه؟ نجاح فكرة الوحدة بين البلدين، ولا رغبتهم في استثمار موارد، ولا رغبتهم في التخلص، ولا التزامهم بالمعاهدات؟ لا، هي نجاح الوحدة. ده أكبر دليل، لو جالك سؤال مقالي، أكبر دليل أن في هناك وحدة بين مصر وبين سوريا وبين فينيقيا أو بين بلاد الشام، إن الملك تحتمس الثالث استعان بيهم في معركة مجدو. انتقلت السلطة الفعلية في روما بعد القضاء على النظام الملكي. ما احنا قلنا مستر مين اللي بقى مسيطر بعد ما روما؟ مجلس الشيوخ، الطبقة الأرستقراطية. كانت الطبقة الأكثر نشاطا من الناحية الاقتصادية في بلاد العراق. قلنا في بلاد العراق يبقى الطبقة الوسطى اللي هي مستر التجار، لو في بلاد فينيقيا يبقى الطبقة العليا. ساهم الفينيقيين في الكشوف الجغرافية، قلنا في عهد نيخاو الدوران حول أفريقيا. رغم تطور حضارات بلاد العراق القديم، إلا أنها خلت العراق ما فيهاش، قلنا ما فيهاش التوحيد، توحيد الآلهة. المعابد الرومانية تأثرت بالعمارة اليونانية والعمارة المصرية من خلال، قلنا يا مستر اتأثروا بإيه؟ بطراز الأعمدة، لأن هو الأساس. أخدوا الأعمدة المصرية، أخدوا شكل الأعمدة المصرية منين؟ مننا، وبدأوا يعملوا. عشان كده بنقولوا أساس العمارة اليونانية أساس مصري. جاء المواطنون الرومان إلى مصر خلال حكم الرومان، قلنا بهدف استثمار أموالهم. أي روماني جاي، أي روماني جاي، أي يوناني جاي، أي يهودي جاي، يبقى استثمار الأموال، استثمار الأموال، أي حد جاي يستثمر أمواله. 82، يعد العامل الأساسي في سقوط معظم الدول، قلنا صراعات طبقية، صراع بين الناس مش تدخل خارجي، لا، هي متى تدخلات داخلية أو صراعات داخلية أو صراع طبقي. استفاد الأباطرة الرومان بشكل شخصي من إيه؟ الموروث الديني المصري. إزاي؟ بيتعبدوا زي ما كان مين بيتعبد؟ المصريين. يبقى الموروث الديني المصري عبادة الأباطرة. اختلف بطلميوس الأول عن الإسكندر الأكبر. اختلف بطلميوس في انتماء للأسرة النبيلة؟ لا، منتمي، خبرات سياسية عنده، سعي لتكوين امبراطورية، ده عمل وده عمل. أما الاختلاف تنظيم الأمور المالية والإدارية، الإسكندر ما دخلش عمل الكلام ده، هو الإسكندر عمل مدينة اسكندرية بس. انضم بركليس حاكم أثينا إلى العامة، كان يهدف من خلاله إن هو إيه؟ السيطرة التامة على الدولة، استغلال العامة، اعتراف بأن العامة جزء من المجتمع. هو دوت هو علشان يا مصر انضم للعامة عشان يهدي أوضاع البلاد السياسية، يقول لهم أنا هو معاكم، أنا جزء من المجتمع. يتم بلاغ العامة بأوامر الحكومة في روما من خلال اجتماع جمعية القبائل. هناخده شوية أسئلة مقالي، ناخده له 5 6 أسئلة كده مقالي. لعبت الزراعة دورا كبيرا في دعم الحكم البطلمي في مصر، لأن يا مستر اكتب بقى ورايا، لأن البطالمة منحوا الأراضي، قسموا الأراضي لخمس أنواع، أراضي هبات
كبار الموظفين، أراضي مقدسة بناء المعابد والكهنة، أراضي هبات كبار الموظفين، أراضي مقدسة، أراضي إقطاعات عسكرية. إقطاعات عسكرية دول بيدوها للجنود المرتزقة اللي هم الإغريق، أراضي المدن، أراضي المدن، وأراضي خاصة بال طبعا بالإمبراطور أو بالملك. حدد العلاقة بين السومريين والتراث التاريخي. طبعا السومريين اختراع الكتابة المسمارية، هم ليه مستر اخترعوها؟ عشان يدونوا العمليات الحسابية، ما يبيعونها وما يشترونها. يبقى اختراع الكتابة المسمارية واستخدامها في تدوين الوثائق أيد صحة العبارة. خالف النظام الجمهوري في روما مبدأ الفصل بين السلطات. خالف ازاي مستر؟ خالف مبدأ الفصل بين السلطات. مفيش فصل. ايوه، مجلس الشيوخ كان في يده جميع السلطات، لان مجلس الشيوخ كان في يده جميع السلطات. دلل على صحة العبارة. مثلت السماء عنصرا مشتركا في العقيدة الرومانية والعراقية. جوبيتر ده يمثل السماء، ده عند الرومان. طب والعراق؟ الاله انو كان يمثل السماء برضه، يبقى جوبيتر في الرومان، انو في العراق، الاثنين بيمثلوا السماء. اثبتت فكره اختراع الكتابه ان الحضاره الانسانيه سلسله متصله. ليه يا مستر؟ لان المصريين هم اللي عملوا الكتابه الاول، الكتابه الهيروغليفيه. اخذها من عندهم، اخذها الفينيقيين وطوروها وعملوا أقدم أبجدية فينيقية، ثم أخذها الإغريق من فينيقيا فعدلوها وورثوها للرومان، الرومان نشروها للعالم، فظهرت الإيه؟ الكتابة المعاصرة. يبقى معنى كده يا مستر اختراع الكتابة إن الحضارة الإنسانية متواصلة من مصر، فينيقيا، إغريق، رومان، ليه انتشرت الكتابات الحديثة دلوقتي؟ يبقى الحضارات متواصلة. حقق نظام الاحتقار طموحات البطالمة. الاحتقار سيطر البطالمة على الزراعة والصناعة والتجارة. ليه؟ بهدف إقامة اقتصاد قوي. بهدف إقامة اقتصاد قوي. طيب أنا عاوز أستنى بقى أشوف كومنتاتكم كده. لو حاجة حد محتاج حاجة قبل ما امشي. مجلس الشيوخ ما تركزوش معاه، مركزوا مش عارف ايه، لا حول ولا قوة الا بالله. بسملة بحبك يا بسملة، وانا كمان يا حبيب قلبي. محمد السعودي، ماشي محمد السعودي، بعت لك يا بسملة. احنا ايه يا شباب؟ قلبناه شط عرف. الله يخرب بيتك يا محمد، يا رب ما تعرفش تحل بكره يا محمد. مستر بيعمل شو المستر اصلا؟ شو مستر بيعمل؟ انت جاي من منين؟ شو من سوريا؟ على انت شكلك هتطلع مش عارف ايه. ماشي، حدد العلاقه. انا عاوز اسئله مستر. ما كنتش باخد درس، فهل لو سمعت اتفرج على الفيديوهات بتاعت شرح المنهج كله وفيديو الاسئله واللايف دوت. اقسم بالله ان شاء الله. بولا حبيب قلبي، بولا احلى، مية مية. مسا عليك يا مستر، هتوحشني يا مستر، هتوحشني والله. وانت توحشوني جدا، خاصة الناس كلها اللي داخلة علمي، والله يعني هفتقدكم جميعا. طبعا الناس اللي معايا مكملة ادبي، هنكمل زي ما احنا على موقع الخطة التعليمي. طبعا انت عندك تحت في الديسكريبشن ارقام موقع الخطة، تتواصل معاهم عشان تعرف السنة الجاية، حجز السنة الجاية عامل ازاي. هتوحشنا يا مستر، وانت كمان والله. بولا حبيبي يا بولا، كله بقى طبعا هتوحشنا. تماش مستر، ممكن تشرح اخر الناس؟ خلاص احنا شرحنا، وبحبك يا مستر وانا بحبك والله. مين علي؟ شكرا يا علي. والله وانا يعني هتوحشوني جدا جدا جدا. اجمد مستر، شكرا ليك يا حبيبي. مستر انا جبت امتياز في الترم الاول، وان شاء الله تجيب امتياز في الترم الثاني. مستر ما تكسرش قلبي، يقول رسالتي، ما انا مش ملاحق اقرا اسمك بصراحه. نزل اسمي يا مستر. ماشي، مين؟ عبد الله. ماشي يا عبد الله.
مستر زياد، زياد زياد. اللي عاوز اقول اسمه اكتب لي اسمه كتير كده عشان اشوفه، بس اللي عاوز اقول اسمه في اللايف يكتب لي اسمه. بحبك يا مستر، واحنا بنحبك والله وبنحبكم جميعا جميعا جميعا. مين عبده؟ ماشي. اللي عايزني اقول اسمه اكتبه كتير عشان انا ما بلحقش اقرا رسائل. مستر السؤال رقم 280 تقريبا في اجابتين ينفعوا. 280 يعمل العامل الاساسي على سقوط معظم الدول للتدخل الخارجي، ممكن الصراع الداخلي مش، بس هو بيتكلم على معظم الدول اللي حكمت. معظم الدول، يبقى انا ما بتكلمش على سومر وقور ولجش، لان سومر وقور ولجش صراع داخلي. طب معظم الدول يا مستر بقى الطبقات، ده حاكم حكام ضعفاء بييجوا مكان حكام. يوسف يوسف يوسف، شفت اهو. اسلام محمد، اسلام محمد، اسلام محمد، اسلام. ماشي. ادهم، ادهم، ايوه كده. اكتبوا لي اساميكم انا اعرف اقول لكم كلكم. سلمى، ماشي يا سلمى. ادهم، شفت انا كده. حسناء، حمزه، كلكم توحشوني، بنحبك يا مستر، شكرا ليك. محمد، محمود، ايوه كده، ماشي يا محمود. محمد اسلام، خلاص انا قلتك يا محمد. فهد، ماشي يا فهد. همس، حبيبتي يا همس. منا، ماشي يا منا. سلمى، مجدي، حبيبي يا مجدي. عبد الرحمن، مينا، ماشي يا مينا. يوسف، ماشي يا يوسف. والله انا بقول اسماء الناس اللي بتكتب. منا، رقية، والله يعني فتحي، مصطفى، حبايبي كلكم جميعا. جوليا، حبيبتي يا جوليا. فراس وحسام وعبد الله وعادل، كل دول. وعمر، حاضر. وحسام تاني، ويوسف، روان، عمر، ياسر. انا بحاول اقول كل الناس والله. يحيى، حاضر يا يحيى. مازن، حاضر يا مازن. فعلا التسريب ما تعتمدش على التسريب. سمير، عبد الله، توحشني والله يا عبد الله. رودينا، توحشيني يا رودينا. اياد، حبيبي يا اياد. طارق، عبد الله. فيلو، فيلو حبيبي، حبيبي يا فيلو. جاسر، يحيى، وكامل، باي باي ليك. ماشي، احنا دلوقتي بنودع، احنا بنودع، بنسلم على الناس اللي هتسيبنا وهتبيعنا ورايحة علمي. يلا ربنا يوفقكم ان شاء الله، ونشوفكم مكانة كبيرة جدا في المجتمع. الناس الأدبي طبعا احنا قاعدين معاكم على قلبكم للسنة الجاية ان شاء الله. سما ومنة ورقية، كل دول والله توحشوني. أحمد، ماشي. محمد حسن، مها، بشار، معاذ، وزياد، أحمد، أحمد، أحمد جبر. بص الرسالة الحلوة دي، هي دي رسالة تفرح، مش قاعد بقى تقول لي بحبك يا ابتسام وبحبك يا سناء، هي دي الكلام الكويس. محمد حسن، كلمة شكر، أنا بشكركم جميعا والله. ورحمة، بجد بنحبك وانا بحبك والله. يا عمر، يا عبد الرحمن، كلكم حبايبي جميعا، والف شكر، الف شكر، الف شكر، الف شكر ليكم جميعا جميعا جميعا. فيديو المراجعه الحمد لله احنا بنتكلم دلوقتي يعني وصل ل 300 الف مشاهده بفضل دعمكم انتوا على فكره. يعني سيبكم من المجهود اللي احنا بنعملوه، ولا مش هقول لك بقى فريق عمل ولا مدرس ولا حاجه، بفضلكم انتوا، انتوا كطلبه، انتوا اللي بتشيروا، انتوا اللي عمالين. احنا كبرنا بسبب ما يعني موقع الخطه بقى رقم واحد بسببكم انتوا. بنقدم لكم الخدمه وانتوا بسم الله ما شاء الله. انا بخش على الجروبات بلاقي الفيديوهات موجوده لوحدها، الناس بتشير على قد ما تقدر. فانت برضو من النهارده لغايه ميعاد الامتحان، اي طالب، اي زميلك ما شافش الفيديو بتاع مراجعه التاريخ يبدا شيره له، ابدا فيدو بيه، ابدأ تخليه يتابع موقع الخطة. موقع الخطة بيعمل لكم مراجعات لكل المواد، يعني بصراحة مش مقصر معاكم في كل المواد، سواء مواد العربي او سواء مواد اللغات. ابدأ شير على قد ما تقدر. اشرف، يحيى، اندرو، حبيبي اندرو، احمد شعبان، محمود، سامح، طارق، محمود، بنحبك والله انا بحبكم جميعا. الصغير، بكرة تكبر يا حبيبي. اندرو سلسبيل، وعمرو توني، حاضر، ويوسف اشرف، وفرح، ومش عارف مين ده، عبد الرحمن الزاهي، ماشي يا عبد الرحمن، وياسمين، وديدة، وأحمد شعبان، وفتحي، وعبودة، وأشرف. أنا بحاول أقول كل أساميكم والله. ونسيت
نادين وجنى ومنة وابراهيم ومنار واحمد طارق ويوسف، كل دول طبعا عشان ما نطولش بقى عليكم، عشان تبداوا تروحوا يعني تبداوا تخشوا بقى تذاكروا وتكملوا عشان الامتحان بتاع الصبح. السيد ومعاذ طبعا انا بحبكم جميعا كلكم، واشوفكم على خير ان شاء الله، والناس اللي مكمله معانا ان شاء الله سنه تانية ادبي هنفضل معاكم ان شاء الله في موقع الخطه التعليمي. وزي ما قلت لكم تواصلوا مع الارقام وتواصلوا على الجروبات اللي موجوده موجودين عليها سواء تليجرام او الواتس، وتواصل مع خدمه العملاء في موقع الخطه. الناس اللي علم ان شاء الله برضو احنا عندنا موقع الخطه مكمل معاكم في المواد العلميه سواء انت لغات او عربي، موقع الخطه بيقدم لك كل الباكج كلها. تواصل مع موقع الخطه واعرف بعد ما تخلص امتحاناتك، اعرف السنه الجايه احنا ان شاء الله الحجوزات بتاعتنا عامله ازاي واشتراكاتنا عامله ازاي. اشوفكم على خير، استودعكم الله، كل سنه وانتم طيبين، السنه الجايه بقى ان شاء الله نكملوا مع بعض. سلام الله عليكم ورحمه الله وبركاته.